السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حديث العرب. وقبل أن تسدل عام 2022 الستار على آخر ساعاتها، نود أن نتكلم اليوم عن الربيع العربي بعد 11 سنة على بداية شرارتها. وحلقة اليوم بعنوان دول ثورات الربيع العربي 2022 إلى أين؟ يسعدنا أن يشاركنا الحديث عن هذه الجوانب الأستاذ ياسين التميمي، الكاتب والباحث السياسي اليمني. مرحبا بكم معنا. أسعد الله مساءكم. أيضا يسعدنا أن يكون معنا في هذه الساعة الأستاذ زياد أبو مخلة، باحث في الشأن التونسي. مرحبا بكم معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا. أيضا معنا الأستاذ نبيل شبيب، الصحفي السوري من ألمانيا. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بكم أخي كريم. حياكم الله. نبدأ مشاهدينا الكرام محاور هذه الحلقة بعد مشاهدة هذا التقرير. شرف عام 2022 على النهاية حاملا معه أحداثا عربية مهمة، خاصة في دول الربيع العربي. ولعل الغزو الروسي لأوكرانيا خلف تغيرات في مناحي الحياة كافة في العالم العربي، وخاصة ما يعرف بدول الربيع. لابد من نص جديد. تواترت الأحداث السياسية في تونس عام 2022، وانقطعت معها كل سبل الحوار بين المعارضة والرئيس قيس سعيد، الذي تسلح بإصدار المراسيم وخطابات التصعيد ضد خصومه وتأكيده أنه لا عودة للوراء. الاستفتاء، كتابة وإقرار دستور جديد، مقاطعة كبرى لانتخابات تشريعية مبكرة، محاكمات سياسية، هذه كانت أبرز محطات عرفتها تونس عام 2022 في ظل حكم الرئيس سعيد. في ليبيا يواصل المجتمع الدولي الضغط على أطراف الصراع الفاعلين في الأزمة الليبية، ملوحا بفرض حلول بديلة حال تعذر إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها. في سوريا كان الحدث الأبرز هو الاجتماع بين وزراء الدفاع التركي ونظيره السوري في روسيا، كما بلغ التذمر الشعبي في مناطق سيطرة النظام السوري أوجه جراء أزمة المحروقات الأقصى التي تضرب المدن السورية منذ اندلاع الثورة في عام 2011، فلا مواصلات ولا كهرباء ولا تدفئة وسط غلاء جنوني يحكم الأسواق، خاصة أن الليرة السورية وصلت إلى 7000 للدولار الأمريكي الواحد، كما تحول سوريا إلى أكبر منتج ومصدر للمخدرات في المنطقة. ترك العام 2022 ذكريات سيئة لجميع المصريين، حيث تفاقمت أسعار جميع السلع والخدمات، وتزايد سياسات الجباية وعدم السيطرة على الأسواق، وظهور الأزمات الغذائية باعاً بداية من القمح والزيت والذرة وأعلاف الدواجن وحتى الرز ورغيف الخبز. كما طوى اليمنيون عاماً آخر مخيباً للآمال في ظل هدنة هشة لم تضع حداً للحرب المستمرة منذ 8 سنوات، وسط هجمات وانتهاكات حوثية ضد المدنيين. أهم الأزمات التي عانى منها العرب في عام 2022 ستنتقل معهم إلى عام 2023، وجميعها مرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد والحريات العامة. لو نظرنا إلى حقبة الأنظمة القمعية الدكتاتورية قبل عام 2011، ثم إلى انطلاق شرارة الثورة على هذه الأنظمة في تونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا، ومع بداية هذه الثورة والتغير نحو نظام مغاير عما كانت عليه الدول لعقود، كانت هناك أذرع الدولة العميقة، ومع وجود التدخلات الإقليمية وكذلك السياسة الدولية التي لم ترحب بهذا الهامش من الحرية لشعوب المنطقة. ثم بعدها بدأت رياح الثورة المضادة تهب من جديد، ومن ثم رجوع الأنظمة الدكتاتورية. رافق كل هذا تدهور الاقتصاد، إحكام القبضة الأمنية مجددا وبصورة أكثر قمعا من ذي قبل، ما أدى إلى يأس الشعوب وتململها من التغيير والبحث عن سد رمق العيش في أيام أضحت فيها أرجل الدجاج الحل الوحيد للموائد المتعففة من وجهة نظر حكوماتهم. لكن ومع كل ما تقدم، هناك من يصر
على أن إرهاصات الثورة بدأت تلوح بالأفق وستكون أشد عنفا مما ظهرت عليه عام 2011. أستاذ ياسين، لو بدأنا عن المشهد اليوم بعد 11 سنة من بداية انطلاق ثورات الربيع العربي، كيف تصف المشهد وتجمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي العزيز الدكتور سنان وللزميلين العزيزين زياد ونبيل في ألمانيا وفي إسطنبول وللمشاهدين الكرام. طبعا المشهد العام قاتم لا شك، وهو وهناك ويمكن أن نصفه بالحصاد المر، والحصاد المر ليس للربيع العربي وإنما للثورات التي استهدفت الربيع العربي. اليوم الشعوب العربية وخصوصا في بلدان الربيع العربي تواجه يعني تداعيات سلبية للغاية، قاتمة مؤلمة شديدة الوطأة بكل ما تعني الكلمة من معنى. اليوم في بلدان الربيع العربي هناك تداعيات تظهر للعيان وتؤكد فشل الأنظمة الدكتاتورية التي اعتقدت أنها انتصرت على الربيع العربي. في الحقيقة اليوم هناك موازنة حتى في من وجهة نظر الإنسان العادي، المواطن العادي الذي يقع تحت وطأة أزمة معيشية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة. كل الدول الربيع العربي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة اليوم، تعاني من أزمات اقتصادية أخلاقية أمنية سياسية متعددة الأبعاد. يعني المشكلة مركبة إلى حد كبير، ومع ذلك يمكن للمواطن ببساطة أن يشعر بالحسرة تجاه الفرصة التي فاتت عليه، الفرصة التي فقدها فعلا عندما كان قد استعاد حريته وإرادته وكرامته. وفي الحقيقة هذا الربيع لم يكن موجها ضد أحد، كان هذا الربيع هو حل لمشكلات عميقة ومتجذرة. كان هناك حالة انسداد سياسي واقتصادي مع الأنظمة التي جاءت بعد خروج الاستعمار. هذه الأنظمة وصلت إلى مرحلة الفشل في الحقيقة، ترهلت، بدأت تتجه نحو توريث السلطة دون أن تجد حلول سياسية وأمنية واقتصادية يمكن أن يرتاح إليها الناس. لهذا خرج الناس دفعة واحدة لمواجهة هذه الأنظمة، ولكن هذا الخروج أيضا تغذى من حالة وعي غير مسبوقة نتيجة تطور وسائل الإعلام ونتيجة الدور الذي أدته وسائل الفضائيات التي بدأت تتيح الفرصة للرأي والرأي الآخر، وبدأت تعري واقع الأنظمة والواقع السياسي الذي تعيشه الشعوب. فبدأت الحصانة التي تمتعت بها الأنظمة ما بعد الاستعمار تنهار، مما سمح بهذه الموجة التي سميت بالربيع العربي ونجحت بالفعل، بدأت تأسس نماذج ناجحة. لكن ما الذي وقف ضدها؟ وقف ضدها أعداء كثيرون من ضمنهم الديمقراطية الغربية. الديمقراطية الغربية قلقت على مصيرها، على مصالحها، على هويتها، وبدأت باحتواء هذه المنطقة واحتواء الربيع العربي، لأنها اعتقدت أن الحضارة الغربية يمكن أن تفقد الكثير من المصالح إذا ما استعادت هذه المنطقة الحيوية إرادتها. الأعداء أيضا في الدول العميقة، أصحاب المصالح، وأيضا الجهل وتخلف قطاعات في المجتمع وانحياز بعض النخب التقليدية التي ما اقتنعت أبدا بالربيع العربي. إذن الربيع العربي واجه أعداء كثيرين، لكن اليوم انظر بعد 11 عاما لم يعد الناس يتحدثون عن الربيع العربي، بل يتحدثون عن فشل هذه الأنظمة التي مولت وتم ضخ مليارات الدولارات إليها لكي تقف على أقدامها، ومع ذلك تفشل. هناك حالة إنتاج وقح لأنظمة وظيفية ديكتاتورية كما رأينا في تونس، رئيس يخرج ويطيح بالنظام الديمقراطي والسلطات كلها تصبح في يده، والسلطات كلها تصبح في يده، ويدعو إلى ويصيغ دستور ويدعو إلى استفتاء ويدعو إلى انتخابات، ويقاطع الشعب التونسي هذه الانتخابات وهذه الاستفتاءات، ويسقط مزاعمه في الاستناد إلى الإرادة الشعبية، ومع ذلك يستمر في مهمته لأنه يستند إلى أطراف خارجية تدعمه ولأنه دكتاتور وظيفي. وقس على ذلك بقية الأنظمة الدكتاتورية التي ورثت الربيع العربي. هذه صورة عامة لكل الدول في مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وكذلك وربما في سوريا الصورة قاتمة أكثر. لنتحول إلى تونس ونسأل أستاذ زياد أبو مخلة، مرحبا بكم معنا. اليوم الصورة فعلا قاتمة كما ذكر الأستاذ ياسين، ولكن هل عوقبت شعوب المنطقة اليوم على الأهداف والطموحات العالية من أجل الحصول على الحرية والديمقراطية وأن تحكم نفسها بنفسها؟
لا شك عوقبت، واضح أن المقايضة كانت تقوم على مبادلة إم بين الديمقراطية والرغيف إن صح التعبير بلفظ الإخوة المصريين. يعني كانت هناك مقايضة للشعوب العربية، وأحيانا حتى بالدم، استعمال أدوات غير تقليدية، الإرهاب بالموجه، العمليات الإرهابية الموجهة، شق صفوف الحركة الوطنية السياسية وضربها من داخلها، وصناعة تيارات متضاربة فيما بينها البين، زعزعة الأمن القومي لأغلب الدول العربية التي شهدت ثورات للربيع العربي، مقايضة لها على مستوى اقتصادها وعدم السماح لها بالتحرر على المستوى الاقتصادي والخيارات الاجتماعية والاقتصادية خاصة، وحتى الحكومات التي حاولت ذلك، سواء في مصر في عهد الرئيس الشهيد مرسي عندما حاول أن يصوغ نظام اقتصادي جديد ومقاربة اقتصادية جديدة لمصر، في تونس كذلك، في أكثر من منطقة، وبالتالي واضح أن كان هناك عقاب حقيقي. العقل الغربي المتعالي يعتبر هذا لا نقوله يعني من باب يعني أن نقول شيئا غير موجود، ولكن هذا موجود، أنه يرى أنه الشعوب العربية لا تستحق الديمقراطية، إنها أبعد ما يكون عن النظام الديمقراطي، وبالتالي هي الشعوب في الحقيقة شعوب تابعة ويجب أن تبقى تابعة لهم، وبالتالي هذا النظام الغربي الرأسمالي المتوحش أراد أن يبقي الحالة العربية حالة لاحقة به وحالة متحكم فيها. اليوم معروف جدا يعني بناء على جملة يعني ما يذكره الساسة في أكثر الدول يعني المتحكمة في العالم، سواء في عندما نتحدث عن الحالة التونسية في فرنسا، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يتعلق مثلا الأمر بمصر واليمن وحتى سوريا، هذه الدول رفضت أن تستقر النظام الديمقراطي فيها. هي تعرف جيدا أن استقرار النظام الديمقراطي في دولة من هذه الدول سيتوسع في المنطقة، وخاصة أنه عندما انطلقت الثورة في تونس وجدت صدى في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، وهذا نعم دلالة على ترابط الواقع العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وان التغيير الذي يمكن ان يحصل في اي منطقه من خاصه في الحواضر الكبرى مثل مصر واليمن وسوريا لا شك مؤثر ومؤثر جدا، لان هذه دول مفاتيح في المنطقه، وهذه الدول كذلك لا يجب ان ننسى انها جزء منها هي على تماس مع الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا في تماس مباشر مع القضيه الفلسطينيه، القضيه العقده ان صح التعبير نعم على مستوى النظام العام، لا يمكن الاحساس باي حال من الحالات بهذا التوازن المهم وباخلال في التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني، وبالتالي رغبه الدول العربيه والشعوب العربيه في التغيير يعني قابله كذلك اراده دوليه وحتى بعض الانظمه الاقليميه في اعاده الامور الى ما العربي، ولذلك اليوم ما نشهده في دولنا العربية في دول الربيع العربي هي حقيقة أقرب للكوميديا السوداء، يعني شيء تراجيدي، لأنه نحن اليوم للأسف جاءت أنظمة أسوأ يعني بأشواط من الأنظمة التي كانت تستقر قبل ثورة الربيع والسؤال العربي. هنا أستاذ زياد، يعني الأنظمة التي جاءت اليوم أصبحت أكثر قمعا، أكثر يعني إحكاما بالقبضة الأمنية، وكذلك أكثر يعني سيطرة على اقتصاد البلد، والاقتصاد أضحى أكثر ترديا وانهيارا. بالتالي هنا نجحت الشعوب إذن في أن تصل إلى نقطة إزالة الأنظمة الدكتاتورية، وبالتالي يجب أن تكون هناك دكتاتورية أقوى حتى لا تقوى مرة أخرى على الخروج بثورات. نعم، هو كذلك بالضبط ما تحدث فيه الأستاذ ياسين هو عين الحقيقة، نحن نتحدث عن استقرار أنظمة وظيفية تقدم خدمات لبعض القوى الإقليمية أو لبعض القوى الدولية، وهي أنظمة متحكم فيها بالكامل، وهي أنظمة لا تمتلك أصلا مشروع. الأنظمة الاستبدادية التي كانت قبل الربيع العربي لديها أقدار من التصور والمشروع، يعني سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والدولي، هذه الأنظمة الآن أنظمة غبية، أنظمة لا تمتلك مشاريع، أنظمة فقط هي لأفراد تعتبر أن هذه الدول مزارع خاصة لها، سواء في مصر أو في تونس أو في غيرها، فضلا أنه للأسف اليوم ما حصل على مستوى النظام الرسمي العربي أنه انقسم في شكل محاور، وهذه المحاور وجدت صدى لها في دولنا العربية وخاصة دول الربيع العربي التي شهدت اختراقات من طرف أنظمة إقليمية لها مشاريع من أجل تقسيم دولنا ومن أجل تشتيتها ومن أجل السيطرة عليها حتى يحصل يعني يسهل إلحاقها بهذه الأنظمة الإقليمية، وبالتالي
اليوم هناك بالفعل أنظمة، والخطورة بما كان اليوم أن الدولة العربية بمؤسساتها القديمة على الأقل في حدها الأدنى، مثلا عندما سقط النظام التونسي في 2011 ظلت الدولة التونسية مستمرة بوظائفها التي تؤديها، وظائفها الاجتماعية الصحية التعليمية التربوية كذلك في مصر. اليوم الخطورة أن الدولة العربية تنهار تماما، وأن السلم المجتمعي يعني كذلك يتهدده مخاطر كبيرة، وبذلك حتى الدولة لم تعد بصيغتها. هناك متهدد حقيقي يضرب الدول. طيب أستاذ زياد، يعني الصوت يتقطع، اسمح لنا أن نتحول إلى الأستاذ نبيل شبيب ونسأل بعض الأسئلة عن الواقع السوري. الواقع التونسي اليوم فيه يعني إحكام القبضة من جديد على الأمور الأمنية، وكذلك الاستئثار بالسلطة من جديد. اليمن هناك سيطرة الحوثيين وهناك الحكومة الشرعية، في مصر انقلاب عسكري، وكذلك في تونس أصبح هناك انقلاب سياسي، ولكن في سوريا الوضع مختلف تماما. هناك حرب شنها النظام على الشعب السوري، بغض النظر عن تغيير النظام، بغض النظر عن المطالب، تحول الموضوع من ثورة إلى حرب معلنة من قبل النظام على هذا الشعب. كيف تصفون اختلاف سوريا والواقع السوري اليوم عن ما تعيشه دول الربيع العربي؟ يعني قبل النظر في مجالات الاختلاف، يجب أن ننظر الواقع بالصورة العامة التي تسري على سوريا وعلى سواها، كما ورد قبل قليل على لسان الأستاذ ياسين أيضا. يعني الواقع، الشيء الذي نقف عنده الآن، ليست مراجعة لسنة أو سنتين أو 11 سنة، إنما هي نظرة تاريخية. التاريخ يمشي بانسياب، يعني نحن لا يوجد لدينا نقطة قاطعة بين سنة وسنة أو حدث وحدث، وإنما التاريخ تتطور الأمور بشكل انسيابي. فما بدأ في عام 2011 كان قبله أيضا تطورات، والآن أيضا الشيء الذي وصلنا إليه الآن تأتي بعده تطورات. الواقع الشيء الرئيسي الذي نستطيع أن نقوله مطمئنون إلى حد كبير، هو أن هناك عملية تغيير كبرى في بلاد أو إلى مراحل معينة. هذه المراحل كان أبرزها المرحلة التي عنها 11 سنة الماضية. فهناك عملية تغيير بدأت من قبل، كان هناك ديكتاتوريات منذ الاستقلال، لم يكن هناك الواقع إحكام دول الواقع أو دول منظمة على أساس ديمقراطية وعلى أساس الحريات والحقوق، وإنما كان باستمرار هناك الاستبداد في بلادنا. هذا الاستبداد وصل إلى نقطة معينة، بدأت عملية التغيير بشكل أوضح للعيان. والآن أيضا تجاوزنا مرحلة الاستبداد السابقة ووصلنا إلى مرحلة استبداد جديدة، وبدأت يمكن تستمر مع عملية التغيير بشكل أقوى من ذي قبل. سوريا بصورة خاصة تعطي صورة صارخة، ولكن لا أفرق بينها وبين المشهد في اليمن. هناك الواقع مذابح في بلادنا، ليس فقط من ناحية الدموية، وإنما مذابح للدولة كما ذكر أخي الكريم قبل قليل، وهو أن الدورة نفسها أصبحت ينخر فيها السكين، يعني تذبح، تهمش، إلى تسقط قطعا قطعا. فالواقع سوريا هي النموذج الأوضح للعيان، لأنه سبب ضحايا بعدد أكبر، لأن الصورة فيه صارخة عندما يصل الحاكم فيها إلى مسألة طرف حربي في داخل البلاد، ويوجد برغم ذلك من يدعمه من الخارج إقليميا ودوليا. فسوريا الواقع مثال، ولكنها ليست المثال الوحيد. وأيضا نحن نقف عند حدود الواقع الدول الخمس التي قامت فيها الثورات، ولكن إلى حد كبير هناك أيضا الثورات التي بدأت في الجزائر، في الخرطوم، عملية التغيير التي بدأت في الجزائر، في السودان، وأيضا العراق المستمر من قبل هذه الثورات ومن بعدها أيضا. إذن هناك الواقع عملية تغيير شاملة، سوريا قطعة منها. فإذا سألتني عن ذلك الواقع، أنا أعتقد الواقع أن سوريا لا تختلف كثيرا عن الأوضاع الأخرى، إلا من حيث المشاهد الصارخة التي شهدناها وعايشناها. ولكن عملية التغيير بحد ذاتها متكاملة بين بلادنا جميعا. نحن عندما نتحدث بلسان النخب نتحدث ونفصل بعضنا عن بعض، ونفصل أيضا الدول بعضها عن بعض، الأقطار العربية بعضها عن بعض، الأقطار العربية والإسلامية نفصلها عن بعضها، علما بأن قضايانا مشتركة، قضايانا واحدة. فالذي يتغير كما ذكر الآن أكثر من مرة تلميحا وتصريحا، عندما يتغير الوضع
الأفضل، معنى ذلك ممكن أن يتغير في سوريا، في اليمن، في ليبيا. عندما بدأت الحركة تأخذ بعدا جديدا في تونس قبل 11 سنة استمرت في انتقلت إلى سائر البلاد العربية. هذا هو الشيء الذي يشعر به العالم من حولنا. وتعبير الثورة المضادة أيضا غير سليم تماما، فهو الواقع نفس العملية الاستبدادية التي بدأت في بلادنا من قبل، يعني بدأ الإعداد لها من قبل جلاء الاستعمار واستمرت حتى الثورات وضرب الثورات العربية الشعبية. الواقع ما زالت الآن مستمرة بصورة مباشرة. كلمة ثورة تعني تحرك شعبي إلى حد كبير. هذا ليس تحرك شعبي الذي نشهده، وإنما ازدياد عنفوان الاستبداد وازدياد عنفوان القوى الإقليمية والدولية التي تخشى على نفسها، تخشى على الوضع الذي هي فيه الذي بلغته حتى الآن، بعيدة عن حقوق الإنسان، بعيدة عن الديمقراطية، بعيدة حتى عن إنسانية الإنسان والتفكير الحقوقي الذي أوجد هذه الأبعاد قبل قرون. وحتى الآن الواقع لم يصل إلى بلادنا بالشكل الذي يجب أن يترسخ به. ربما هو مخاض عسير ولا زالت أمام الشعوب مراحل لتصل إلى منتقاها. مشاهدينا، انتهى أول جزء من هذه الحلقة، نأخذ فاصل قصير ونواصل الحلقة معكم. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. من جديد نرحب بكم مشاهدينا في حلقة حديث العرب لهذا اليوم، والثورات الربيع العربي في عام 2022 إلى أين وأين وصلت اليوم؟ نتوجه إلى أستاذ ياسين ونسأل عن كيف ينظر الجيل الجديد اليوم إلى عصر ما قبل الثورة، ثم عاصر عصر الثورة، ثم الثورات المضادة وعودة الأنظمة الدكتاتورية من جديد. هل بالإمكان السيطرة على عقلية هذا الجيل الجديد المتمرد، خصوصا أن الثورات أصبحت مقرونة بفوران الشباب، فإنهم من الطموحات التي وصلت أو من الطموحات في دولهم المنهارة اقتصاديا؟ واليوم أضحى الإنترنت في 2022 مختلف عما كان عليه في 2011، فكيف يمكن أن يستثمر الشباب أو يسيطر على الشباب اليوم وهذا الجيل بعد أن كان عمره في 2011 ربما 10، اليوم صار 21 سنة؟ فهذه 11 سنة التي مضت كيف تغير فيها الجيل؟ لا شك هذا صيرورة التاريخ وصيرورة الأجيال. الجيل اليوم الذي الشباب الذي أصبح سنهم اليوم 21 سنة، لا شك أن أولوياتهم وطموحاتهم يعني كان طفل في عصر الثورة تختلف تماما عن الجيل السابق الذي عاش الثورة وعاش فخر التغيير ثم عاش الانكسار. لحسن الحظ أن الثورة لم تنتهي، أن الصدام لم يتوقف. صحيح حسمت الأمور على مستوى السلطة، الأنظمة الدكتاتورية فرضت سطوتها السياسية والعسكرية والأمنية في بلدان الربيع العربي، لكن النزال لا يزال مستمرا، الصراع لا يزال مستمرا، وهذا النزال هو الذي يبقي هذه الأنظمة عارية مكشوفة أمام الشعب، ويلاحظ ويسجل كل أخطائها وهفواتها ونتاج حكمها لهذه الدول، والذي يتجلى في شكل فشل ذريع بشكل يعني كامل على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي. يعريها باستمرار، النزال مستمر، المواجهة مستمرة. هذه المواجهة ربما تنمي في الجيل الشعور بالحاجة إلى تغيير واقع الحال. أيضا الشباب الذي بلغ 21 سنة يشعر أن فرصته في الحصول على ما يريد تكون معدومة في بلدان الربيع العربي، قياساً بالجيل الجيل السابق. على الأقل كان هناك فرص للابتعاث، فرص للدراسة، فرص للحصول على الوظيفة. اليوم لا وظيفة ولا ابتعاث
ولا فرصة في بناء المستقبل. نعم. لهذا حالة اليأس بتكون كبيرة جدا، ونعتقد أنه هذا في ظل حالة المواجهة القائمة الآن بين جيل الثورة وبين الأنظمة الدكتاتورية، يمكن للجيل أن يتخذ قراره في مرحلة ما، وهذا القرار قد يؤدي به إلى أن ينتج ثورة جديدة أو يخلق بيئة وعي يمكن أن تنتج واقع مختلف تماماً، واقع يمكن أن يشكل صدمة كبيرة بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية. هذا الجيل يمكن أن يؤدي إلى تآكل النفوذ التي تتمتع بها النفوذ الأمني والعسكري، أقصد، لأنه لا وجود، ليس هناك نفوذ وجداني، ليس هناك نفوذ شعبي لهذه الأنظمة، بمعنى لم يعد هناك من الشعب من يصفق لهذه الأنظمة، النفوذ أصبح أمني وعسكري. والجيل الذي يمتلك يعني فرصة الدخول إلى فضاء الإنترنت، التواصل أصبحت أيوة أكثر، مواقع التواصل الاجتماعي، يستطيع عنده قدرة وعنده شعور بأنه يمكن أن يلحق الأذى بهذه الأنظمة. هذا الأذى سيؤدي في البداية إلى تآكل السطوة الأمنية والعسكرية. إذا تآكلت السطوة الأمنية والعسكرية، هذا يتيح المجال للشعب لكي يستعيد المبادرة من جديد. أعتقد هذه المحطة التي هذا الفاصل، هذا التغير ليس بعيد في المدى المنظور، وبسبب التغيرات الكبيرة حتى التي تحدث في محيط هذه البلدان وفي العالم، هناك تغيرات كبيرة جدا تعيد ترتيب الأولويات. الأنظمة التي حصلت فرصة على أن تقف على أنقاض الربيع العربي ربما لن تستطيع ذلك خلال المرحلة المقبلة في ظل التغيرات وهذا التموج في على مستوى الأحداث والصراعات التي تتجاوز هذه المنطقة إلى ما هو أبعد منها بكثير، المواجهة الأمريكية الصينية، المواجهة الأمريكية الروسية، نتائج الحرب الروسية في أوكرانيا غير محسومة حتى الآن، ولها تداعيات إيران اليوم تترك أثرها على تأثير روسيا في سوريا على سبيل المثال. إيران التي أحكمت تهديد النظام اليوم بالسقوط، أيوة التي أحكمت قبضتها على العراق هي مهددة من الداخل أيضا، واليمن وسوريا. القطعان الطائفية في العراق أنا أعتقد أنها مفضوحة أكثر من أي وقت مضى، هناك أجيال حتى من أبناء الطائفة اليوم أعتقد في حالة مواجهة وإن سكنوا، ولكن ورقة الطائفية في العراق يعني قضى عليه الشباب في ثورة تشرين. نعم يدركون أن مأساة العراق تكمن في هذه السطوة الطائفية المسيطر عليها من طهران. تمام أستاذ زياد، يعني اليوم لو تحدثنا عن الجيل الجديد الذي كان بعمر 10 سنين في وقت الثورة واليوم أضحى من بعمر الرشد وعمر البلوغ، ويعني ممكن أن يتخذ القرارات، ممكن أن يكون التواصل اليوم ما بينهم على خلاف ما كان عليه قبل 10 و11 سنة. الرئيس التونسي السابق المنصف الموسوقي قال في حوار مع قناة الجزيرة عندما سئل عن الثورات المستقبلية: ما أخشاه اليوم قد تكون الثورات أعنف من ذي قبل، لأنه بالطبع في تونس ومصر لم تكن هناك ثورات عنيفة، بل كانت هناك ثورات سلمية، ولكن اليوم يخشى أن تكون على الأغلب أعنف من ذي قبل بسبب مستوى الإحباط والغضب لدى الشباب في تونس ومصر الذي وصل إلى مستويات مرتفعة. كيف نراهن اليوم على وعي الشباب بعد كل هذه السنوات؟ ما يجب أن نسجله هنا أن هناك طلب كبير جدا على التغيير في منطقتنا العربية والإسلامية، لأن النظام الرسمي العربي بصيغته القديمة عجز وفشل عن إدارة الأوضاع وصار غير قادر على إعادة إنتاج نفسه من جديد. هناك طلب للتغيير كذلك بسبب ما حصل قبل 11 سنة، ما حدث لم يكن حدثا عابرا، سيرورة التاريخ واضحة في كون الذي حصل هو بداية طريق التغيير، والتغيير الحضاري بمعنى الحضاري هو طويل، يعني طريق طويل وشائك ومعقد ويتفاعل مع عدة معطيات سواء داخلية ومحلية وإقليمية ودولية مثل ما ذكر الأستاذ ياسين. وبالتالي اليوم كل العالم يموج، هناك حديث عن نظام عالمي جديد قد يستقر بعد فترة من الزمان هناك، وبالتالي حتى المنطقة العربية لم تعد المنطقة العربية الوحيدة المتحركة، هناك انصراف للقوى الدولية لمناطق أخرى أكثر حيوية وأكثر استراتيجية بالنسبة لها، وهذا الذي سيجعل في تقديري مساحة للمنطقة العربية ولشعوب الدول العربية أنها تحدث تغييرا أكثر تأثيرا في المرحلة القادمة، وهذا هو المهم. بالنسبة للأجيال الجديدة مهم جدا كذلك الوعي الذي تكرس في الفترة
الأخيرة، لأنه يعني هذه الأجيال شاهدت رئيسا يفر، شاهدت رئيسا يقتل، شاهدت رئيسا يعني يعتقل، شاهدت رؤساء يحاكمون. هذا الوعي كذلك السردية التي تكرست، قضية الحرية، قضية حقوق الإنسان، قضية التداول، قضية الانتخابات. لأول مرة عدد من شعوب الأمة العربية يذهبون إلى صندوق الاقتراع ويصوتون لأول مرة بشكل ديمقراطي وشفاف، وهذا ليس أمرا بسيطا. هذا ترك أثره بعمق في تقديري في شعوب المنطقة. صحيح أنه نعيش حالة انكسار، ولكن في العمق ما تكرس من وعي هو وعي بالتغيير وأهمية وقدرة الإنسان العربي على التغيير. لأنه ما تكرس في الأجيال السابقة وفي العقود السابقة وفي القرن الأخير أنه هذه الأمة محكوم عليها الفشل، محكوم عليها بالتبعية. ما حدث في 11 سنة الماضية فند هذه المقولات وكرس وعيا جديدا. صحيح أنه هذا الوعي يعني يتعرض لاختبار شديد، باعتبار أن المقايضة التي ذكرناها أن هذه الشعوب غير قادرة على المحافظة على الديمقراطية، ولكن في تقديري أن هذا الجيل الجديد الذي نزع عنه رداء الخوف، والذي كذلك يتسلح بإمكانيات هائلة جدا وذكاء فائق ويعني حسن استعمال غير اعتيادي للتكنولوجيا الحديثة، هذا الجيل الجديد لن يقبل هذه الأنظمة المتكلسة، هذه الأنظمة التي تريد أن تصنع قوالب جاهزة. وبالتالي هذا النظام الرسمي العربي وهذه الأنظمة التي استقرت بعد ثورات الربيع العربي لا مستقبل لها. والحقيقة أن الجيل القادم، هذا الجيل الجديد أكثر ثورية. المهم كذلك أنه هذا الجيل الذي يتشكل عاش الثورة، وبالتالي يعرف وعاش دروسا بليغة خلال 11 سنة الماضية، وبالتالي في تقديره هو الآن يختزن هذا الوعي عميق بضرورة عدم تكرار هذه الأخطاء. وبالتالي نحن في تقديري مقدمون على تغيير كبير جدا في المنطقة العربية في المرحلة القادمة. صحيح مثل ما قال الدكتور مصطفى المرزوق، قد يكون أكثر عنفا، ولكنه سيكون أكثر وعيا كذلك. صحيح هناك مفارقة بين الأكثر عنف يعني عنفا أكثر ولكن وعيا أكبر، ولكن أنا في تقدير هو سيكون كذلك، لأنه عنف أكثر بمعنى أنه سيكون راديكاليا في تعامله مع الحلول الترقيعية والمعالجات الجزئية، وسيكون معالجات بين قوسين راديكالية كاملة. وأكثر وعيا أنه مستوعب للأزمات التي حصلت في المرحلة السابقة، الأخطاء التي وقعت فيها النخبة الوطنية في المرحلة السابقة، وبالتالي سيبني على خلاف ذلك، وفي تقديري سيؤسس لتغيير استراتيجي عميق يقود المنطقة العربية إلى يعني مرحلة جديدة في تقديري. وبالتالي أنا شخصيا حقيقة متفائل. صحيح ما يظهر في الصورة أنه مشهد قاتم، ولكن الإرهاصات وبين قوسين كذلك نحن نتحدث عن جيل جديد يتشكل بوعي جديد. كل الحركات السياسية في العالم العربي سواء قومية أو إسلامية أو يسارية تعيش حالة من المخاض، وتحمل عاشا من التجدد، وتعيش حالة من السؤال حقيقي في قدرتها على التغيير. وهذا النقاش وهذا الحوار العميق الذي يحصل داخل التيارات السياسية الواسعة في الأمة العربية والإسلامية سيؤهلها في المرحلة القادمة لأن تصوغ أجوبة حقيقية عن الأزمات الحقيقية التي تعيشها دولها. وبالتالي أنا في تقدير التغيير قادم لا محالة، وتغيير سيكون أكثر عمقا وأكثر استراتيجية، وبالتالي سيستقر أكثر في المرحلة القادمة. طيب أستاذ نبيل، بالحديث عن التغيير واختلاف الجيل بعد 11 سنة من الثورة، اليوم نتكلم عن جيل كان بعمر 10 سنوات وأصبح راشد وأصبح يريد القيادة. كيف يمكن أو ما هو شكل التغيير الذي طرأ على الشعوب وطرأ على الشباب اليوم، التغيير السلوكي والتغيير الفكري؟ وحضرتك ذكرت أن هناك حركة مخاض وحركة تغيير داخل الشعوب حتى من قبل 2011 ولغاية اليوم، هناك تطور وهناك تغيير مستمر في بنية المجتمع. كيف يمكن أن يخدم الثورة وأهداف الشعوب؟ في قدرتي على التغيير، وهذا النقاش والحوار العميق. عفوا استاذ نبيل، استاذ نبيل هل تسمعنا؟ طيب استاذ ياسين، لو تجيبنا على هذا السؤال لغايه ما نصلح العطل الفني مع استاذ نبيل. السؤال هو انه يعني التغيير كان مستمر. استاذ نبيل قال انه التغيير مستمر حتى من قبل بدايه الثورات، وهناك دائما حركه الشعوب مستمره وتسعى الى التغيير. اليوم يعني الى اي اتجاه يسير هذا التغيير؟ يعني اليوم الاحباط الذي يعيشه الشباب هل يدعوه الى الياس والتململ والى الانزواء فقط اختيار لقمه العيش، ام هو ربما ينعكس بالاتجاه الآخر الأكثر عنفاً نحو التغيير؟ أولاً ليس هناك خيارات أمام هذا الجيل، يعني اللقمة العيش ليست متاحة له، ولهذا أصبح المواجهة مع هذه الأنظمة خياراً حتمياً، يعني ليس ترفياً
وليس متروك لهذا الجيل يلجأ إليه أو لا يلجأ إليه. الأمور ليست هناك بدائل، لم تطرح هذه الأنظمة بدائل مطلقا، هذه الأنظمة جاءت لتسرق الديمقراطية والحرية والكرامة وتصادر على الشعوب كل شيء تقريبا، ولم تمنح هذه الشعوب شيء لأنها ليس لديها شيء في الحقيقة. هي أخذت المزيد من الإمكانيات العسكرية والأمنية لمواجهة هذه الشعوب، لكنها لم تمتلك الآليات ولم تمتلك السياسات ولم تمتلك الرؤية التي تجعلها كفؤة في إدارة المشهد الاقتصادي، في إدارة المشهد العسكري، في إدارة المشهد السياسي، بما يسمح لها بهذه الموازنة بين حاجة الناس المعيشية والمستقبلية وما بين حاجتها إلى السيطرة وإلى عدم الذهاب بالأمور باتجاه الديمقراطية وباتجاه الإرادة الشعبية. هذه الأنظمة عاجزة في الحقيقة، عاجزة عن كل شيء سوى السطوة. هل هي فعلا عاجزة أم هي يعني لها سياسة لا تخرج عنها؟ هي عاجزة يعني يعني مرسومة لها سياسة لا يرتفع الاقتصاد، لا ترتاح الشعوب، لا تتنفس الحرية. لا لا، هي تتعرض للابتزاز حتى من قبل الأنظمة التي والقوى التي تدعمها. أنا أعتقد أن القوى الغربية والقوى الأساسية في المنطقة هي تدرك خطورة أن تبقى هذه الأنظمة بلا خيارات، أن تبقى هذه الأنظمة عاجزة عن توفير الأشياء الأساسية للناس. إذن على ماذا تراهن هذه الأنظمة؟ هذه الأنظمة هي وقعت، هي الآن في مواجهة حاسمة مع الشعوب. انظر مثلا في مصر، في تونس هناك ديكتاتوريات فرضت إرادتها بقوة السلاح، لكنها لم تستطع أن توفي بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب. هي أقنعت الناس من خلال بروباغندا بأن مشكلة الناس مشكلتكم في الديمقراطية، مشكلتكم في أنكم ذهبتم إلى صناديق الاقتراع وعبرتم عن إرادتكم بحرية كاملة، لهذا حصلتم الفوضى. طيب، بعد أن سيطرت وأمسكت بمقاليد الأمور لم تستطع أن تفي بالاحتياجات، ثبت بما لا داعي مجال الشك لدى هذه الشعوب أن هذه الأنظمة يعني خدعت الشعوب. ولهذا أنا في تقديري هذا الجيل سيواجه كما قال الأستاذ زياد، سيواجه الأنظمة وستكون مواجهة راديكالية ولكن واعية، واتفق معه كلية ستكون واعية، بمعنى لن ينخدعوا بأي تسويات، سيذهبون إلى أهدافهم إلى النهاية وهم يدركون النصر تتحقق من خلال فرض الإرادة، إرادة الشعوب، وليس من خلال الخدع السياسية التي أوقعت نخبنا السياسية التي قادت ثورة 11 من ثورة الربيع العربي وأدت بها إلى الفشل والاستسلام في نهاية المطاف. الأمور تتجه باتجاه مواجهة حاسمة. هل المسألة اختراع؟ لا، أولا هذه المنطقة لم تستقر، المنطقة هذه لم تستقر منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. شهدت بعض البلدان استقراء يعني رسوخا للأنظمة الديكتاتورية، لكن يعني لطالما واجهت هذه الأنظمة يعني دورات من الفشل الاقتصادي، الاحتجاجات الشعبية، بقى خيار المواجهة مع هذه الأنظمة قائما، لأنه في نهاية المطاف هناك مستوى من الوعي لا يمكن أن نتقبل هذه السطوة التي لا تقدم شيء للناس. يعني أنظمة ما بعد الحرب العالمية الثانية أيضا عانت من الفشل السياسي وعانت من الفشل الاقتصادي، أوصلت بلدانها إلى الانسداد الذي أنتج الربيع العربي، لكن أيضا بتأثير حالة الوعي التي نتجت عن التطور الكبير والهائل جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، في نعم. في 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 الفضائيات إلى آخره. اليوم نحن فرص التغيير، فرص المواجهة أكبر بكثير من يعني استنادا أولا إلى عوامل موضوعية أهمها حالة الانسداد، حالة الانسداد الكامل على المستوى السياسي وحالة الفشل الاقتصادي. اسمح لنا نعود إلى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، هل الصوت واضح؟ الآن إن شاء الله الصوت واضح. طيب، الحديث كان عن الجيل وكيف اختلف الجيل بعد كل هذه السنوات من ثورات الربيع العربي. هناك من يرى أن الجيل ربما وصل إلى مرحلة من اليأس. الاتجاه الآخر يقول لا، الشباب وصل إلى مرحلة ما قبل الانفجار على هذه الأوضاع. كيف ترى مستوى التغيير في وعي الجيل؟ أن الثورات التي كانت على مستوى الشعب وعلى المستوى الشعبي كانت تحتاج إلى قيادات. النخب التي كانت موجودة في الفترة الماضية لم تستطع أن تصل إلى مستوى استجابة الاحتياجات الشعبية واستجابة الاحتياجات الثورية لتحقق الأهداف التي تحركت الشعوب من أجلها. وهذا أمر الواقع إلى حد كبير كان مشتركا في معظم البلدان الربيع العربي ومعظم النخب. لا أعمم على الجميع، وإنما الواقع يجب أن نكون في هذا الإطار.
أما الآن إلى حد كبير الجيل الجديد يتحرك ويكون نخبا جديدة، يكون مسارات جديدة لهذه النخب والنخب القائمة أيضا. فيمكن الواقع أن يكون التغيير القادم وحركة التغيير القادم وسائل التحرك المستقبل غير التي عرفناها. نحن نتورع عندما تستمر أو تستأنف، ليس معنى ذلك أنها تكرر نفسها كما كان المشهد قبل 11 سنة. يمكن أن تكون هناك مشاهد جديدة، أن تكون هناك وسائل جديدة، لسيما أن كل ما حولنا يتطور. كما ذكر الأستاذ ياسين قبل قليل، الواقع البلاد الأوضاع الدولية كلها أيضا تتطور، وتتطور في هذا الإطار أيضا بلادنا، وتتطور أيضا الوسائل التي تستخدمها الشعوب تستخدمها النخب الوطنية في هذه بين هذه الشعوب، والتي تتكون الآن تكوناً جديداً. الواقع الثورة لم تكن فقط ضد الاستبداد، وإنما ضد الوسائل التي كانت مستخدمة قبل تلك الثورات. هناك كانت حركات كبيرة من جانب النخب، ولكن لم تكن كافية للتخلص من الاستبداد، فكانت الثورات الشعبية مباشرة. وأظن أن الواقع أن هذا سيتغير أيضا خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وليس لا نحتاج إلى انتظار طويلا، لأن التطورات العالمية والتطورات الوسائل تتسارع أيضا. طيب، إذا الأهداف باقية ولكن آليات تنفيذها تتغير على حسب الظروف. نأخذ فاصل أم نكمل؟ طيب نعم أستاذ نبيل، إذن الأهداف ثابتة ولكن الوصول إليها يختلف على حسب المرحلة. طيب نتحول إلى أستاذ زياد. أستاذ زياد، هل أنت معنا؟ نعم معكم. نعم. طيب، في مقال كتب الأستاذ ياسين قطاي مستشار الرئيس التركي، يقول: كان صعود الإسلاميين يعني أن هناك إمكانية حدوث تقارب وتوحيد بين جميع الشعوب العربية والإسلامية. هذا الأمر الذي أخاف نظام سايكس بيكو وكام ديفيد ربما كان هو سبب إيقاف مسيرة الربيع العربي عن طريق الانقلابات والتدخلات المضادة للثورات وعبر ارتكاب أشد المجازر والجرائم الإنسانية المختلفة. السؤال هنا: إلى أي مدى يمكن أن يشكل تقارب الشعوب العربية وصعود الإسلاميين رغم اختلافات مشاربهم ورغم أخطائهم التي ارتكبوها صخرة ضخمة في منجنيق يهدد جدران الفصل بين الدول وتلغي الحدود، وبالتالي عودة الشعوب العربية قوية موحدة من جديد؟ نعم، يعني أهم شعار صنعته ثورات الربيع العربي هي إعادة بناء الوحدة الشعورية بين دول، يعني دول الأمة العربية والإسلامية. ولذلك كما قلت في بداية مداخلتي، عندما تحركت وتغيرت الأوضاع في تونس أجابتها عواصم عربية أخرى في القاهرة، في طرابلس، وفي اليمن، وفي سوريا، وفي بعد ذلك حتى الموجات الثانية إن صح التعبير في الجزائر، في لبنان، في السودان. وبالتالي هذا دلالة واضحة للوحدة الشعورية والسياسية والاجتماعية الاقتصاديه بين الدول يعني الدول العربيه والاسلاميه، وانه هذه الدول مصيرها واحد، فضلا انه ان يكون الاسلاميين في مقدمه عمليه التغيير. هذا لا شك، هذا معادله بمقاربه القوى الاقليميه والدوليه معادله خطيره وخطيره جدا، خاصه انه عندما جذب الاسلاميين اثبتوا التزامهم بالديمقراطيه، بحقوق الانسان، بوحده القرار الوطني، باستقلال القرار الوطني. كل هذه المعطيات هي معطيات على خلاف ما يريده القوى الدوليه والإقليمية، وبالتالي ضربت هذه الدول في مقتل، وضربت هذه الدول في وحدتها وفي تماسكها المجتمعي. وكانت هناك إرادة مستمرة لتقويض أمنها ومقايضتها كما قلنا، يعني من خلال يعني الأمن الغذائي والأمن العام، سواء يعني العسكري أو. وبالتالي لا شك إنه هذه المقاربة لا يراد لها أن تتحقق. واستقرار الديمقراطية في أي دولة عربية يعني أنها يمكن أن تستقر في دولة أخرى، ويمكن أن يشجع هذا الدول الأخرى وشعوب أخرى في المنطقة على عملية التغيير، وهو المحظور الذي لا تريده القوى الإقليمية والدولية. وبالتالي نحن معلوم جدا أن الدول العربية والإسلامية تستقر فيها أنظمة، للأسف أنظمة وظيفية، أنظمة تابعة تماما لهذه القوى، أنظمة ترفض أي عملية تغيير عميق شامل يعني للمقاربات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتريد أن تبقى دول وظيفية. المزعج كذلك أن بعض الدول وبعض العواصم العربية لعبت دورا مباشرا في إسقاط ثورات الربيع العربي، وقوضت واشتغلت على تقويض الأمن الداخلي
قوة للدول العربية التي شهدت انتفاضات أو ثورات الربيع العربي، وبالتالي صار البيت العربي بيت متشاكس، بيت متضارب، وكانت هناك إرادة كذلك حتى على خلق شيء من العدائية والتنافر بين الشعوب المنطقة وضرب هذه الوحدة الشعورية بين الدول العربية والإسلامية. هذا شهدته أكثر من منطقة في منطقة الخليج على سبيل المثال. هنا مثلا في المغرب العربي عندنا هي المنطقة الأكثر تماسكا، يعني على الأقل في الفترة أو في العقود السابقة. اليوم هذه المنطقة مثلا مهددة بدخول الصهاينة، يعني من خلال تطبيع مباشر في دولة المغرب ومحاولة تقويض الأمن على مستوى منطقة المغرب العربي، وصارت هذه المنطقة المتماسكة على الأقل في الفترة السابقة منطقة فيها تضارب بين جارين كبيرين هما الجزائر والمغرب، وكذلك محاولة لإلحاق الدول الأخرى المغرب العربي ضمن هذه الأزمة. وبالتالي صناعة الأزمات داخل الدول وضرب حتى الوحدة يعني بين الشعوب هو يعني برنامج واضح ومشروع واضح لهذه القوة من أجل المزيد، لأن الريح لم يعد فقط على الأنظمة وإنما صناعة كذلك حالة عدائية بين شعوب المنطقة، والذي لم يحصل ولعله ما حصل في كأس العالم الأخير، وإن كان يعني تظاهرة يعني رياضية أكد أن وحدة الشعورية للدول العربية كبيرة وصماء ولا يمكن تفتيتها بأي شكل من الأشكال. طيب أستاذ نبيل، اليوم أستاذ ياسين قبل قليل قال أن الأنظمة اليوم الحالية عجزت في يعني توفير اقتصاد جيد أو يعني نشر الديمقراطية من جديد، بل هي فشلت على معظم الأصعدة في الوقت الذي حوربت الأنظمة أو حوربت الأحزاب الإسلامية والأحزاب التي تدعو إلى الديمقراطية أشد الحرب، وعجزت بمقابلها قيادات الثورات المضادة. لماذا لم يعطى المجال للإسلاميين على الرغم من الفترة القصيرة التي حكموا فيها وفي الوقت الذي فشلت اليوم القيادات على كل المستويات، مشاركة في الانتخابات في تونس قليلة، انهيار اقتصادي أو اقتصاد منهار في تونس وفي مصر وكذلك في اليمن وفي سوريا، لماذا لم تعطى الأحزاب الإسلامية المجال في الوقت الذي فشلت القيادات اليوم على كل الأصعدة؟ يعني القضية هذه السلطة وهذا صناعة القرار في بلادنا ليست مسألة أن يعطيها أحد إلى أحد آخر، يعني ليست قوة دولية يمكن أن تعطي هذه السلطة إلى قوة معينة في بلادنا، إنما السلطة إذا صح التعبير أو صناعة القرار في بلادنا ينتزع انتزاعا، وأحد الحقوق التي لا يمكن أن تهدى وإنما يجب أن تنتزع انتزاعا. والإسلاميون الواقع لم يصلوا إلى السلطة في أي بلد من البلدان. قبل قليل ذكر تعبير من الأخ زياد على أغلب الظن، يعني ذكر تعبير الدولة العميقة. الدولة العميقة الواقع دولة ظاهرة للعيان، يعني نحن نجد أن العسكريين الذين يتدخلون في السياسة أو الإعلاميين الذين يندفعون اندفاعا أعمى وراء الواقع السلطة التي تحكم سيان ما تكون إلى آخره، هي التي كانت تملك هذه الأمور. السلطة الأمنية أو الأجهزة الأمنية القمعية التي كانت قائمة هي التي تحكم هذه الأمور، وهذا كله علنيا. نحن وقعنا الواقع في أثناء الثورات في أكثر من خطأ، ولكن من أخطائنا كان أنه إذا ظهر وخاصة في سوريا إذا ظهر ما يجري بنا، يعني ما يصنع الاستبداد في بلادنا بنا كشعوب، يمكن أن يتحرك العالم الحر، يمكن أن يتحرك العالم الديمقراطي. الواقع هو العكس، هو كان يعلم تمام العلم ماذا يجري في سوريا في اليمن في بلدان أخرى، وقد يكون شريكا مباشرا في ذلك في كثير من الحالات، فهو لن يتحرك إذا علم بأن هناك براميل متفجرة تقع على الرؤوس، بأنه يقتل النساء والرجال والأطفال، بأن المستشفيات تضرب، بأن كل هذا الواقع معروف، وهم قد يرصدونه أكثر ما نرصده في بلادنا عند بعضنا بعضا. بالتالي الواقع هذا كان أحد الأخطاء الاستراتيجية التي كانت هناك آمال أن يتحرك العالم من أجلنا، لن يتحرك. الأمر الآخر هو أننا كنا تحرك باتجاه معاكس للشعوب، باتجاه معاكس، لأنه كان يخشى، وهذا الذي أردت أذكره الآن. هناك بعد حضاري في هذه الثورات، هي ليست مجرد ثورات تغييرية للسلطة، وإنما هي تغييرية فقط عن الخبز وعن الرفاهية.
نعم، وليس حتى عن الخبز والرفاهية، إنما هي أولا وأخيرا هي قضية بعد حضاري في هذه الثورات. ظهر العيان بشكل واضح مثلا في مصر، كانت تسمى الثورة الحضارية في أكثر من مجال، في الغرب أيضا كانت تسمى بهذا الاسم. أيضا في تونس ظهر الواقع البعد الحضاري في طريقة التعامل مع المستبدين، مع القوى الاستبدادية. فهناك الواقع البعد الحضاري الذي يمكن أن يخشى منه الغرب المهيمن عالميا، وبالتالي يمكن أن يتدخل تدخلا أشد مما كان يفعل من قبل. كان يتدخل أحيانا وبشيء من يعني يتحرك ويتحدث عن الحريات ويتحدث عن الديمقراطية، أصبح إلى حد كبير يتحرك بشكل مباشر لدعم الاستبداد بشكل علني وبأشد وبأفتك الأسلحة التي تقمع بها الشعوب. وعندما يتحرك مثلا الآن الأمريكيين أكثر من مرة أصدروا قوانين مثل القوانين التي تتعلق يعني محاصرة المستبدين، ولكن في نهاية المطاف الواقع كانوا لا يطبقونها تطبيقا عمليا، وإنما يتركونهم يسرحون ويمرحون ويساعدونهم إلى حد كبير بشكل مباشر. فهناك تغيير حضاري حقيقي هو الذي يجري، والذي يمكن أن يأخذ بعدا آخر غير البعد الذي أخذه على الشكل الثوري. وأعتقد أن الجيل الجديد، الجيل المستقبل، هو الذي يمكن أن يصنع بعدا حضاريا أوسع نطاقا وأشد متانة في وأشد رسوخا في الأرض، فيمكن الواقع أن يحدث تغيير خلال جيل واحد. اسمح لنا فقط في دقيقة أن نعود إلى الأستاذ ياسين. الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي قال: الأهم الذي تعلمناه مما حدث في السنوات العشر الأخيرة هو أن عملية التغيير الديمقراطي في أي بلد لم تعد مسألة محلية كما ذكر الأستاذ نبيل الآن، بل هي مسألة حالية تعد مسألة إقليمية وعالمية. كيف ننظر إلى المعادلة ما بين شعوب تريد أن تتحرر وتنال على الديمقراطية، وما بين عالم غربي رافض إلى هذا التغيير؟ كيف يمكن أن تنجح المعادلة، معادلة الشعوب العربية؟ بالتأكيد ستنجح المعادلة عندما يتكئ الشعب على إرادته، على قوته، على إمكانياته، على الإمكانيات الموضوعة، يعني في دقيقة لو سمحت، الموضوعية المتاحة لديه. ولهذا أنا في تقديري أن المواجهة القادمة لن تكون كالمواجهة السابقة مع الأنظمة الدكتاتورية. الغرب أنتج داعش دفعة واحدة، ثم فوض المنظمات المتطرفة لمواجهة الإرهاب، وصنف الأحزاب السياسية التي ناصرت ثورة الربيع العربي على أنها روافد للإرهاب. ولهذا كان مواجهة الربيع أيضا استحقاقا غربيا بامتياز، ويجب أن يكون لدينا قناعة بذلك، أنه الذي واجه الربيع العربي هو الغرب، والذي أعطى السقف السياسي والعسكري والأمني لهذه الأنظمة لكي ترتد على الربيع ورغم العربي. ورغم كل شيء ترى التفاؤل وترى أن الصورة مشرقة. أتفاؤل، وأيضا أنا ضد فكرة أن الربيع العربي اقترن، يعني كان نقل العهدة السياسية للإسلاميين. الإسلاميين كان لديهم رأس مال شعبي اجتماعي، استخدموه بكفاءة عالية. استخدموه بكفاءة عالية في إنجاح الثورات، وكان يمكن لبقية القوى التي ناصبت هذه الأحزاب الإسلامية العداء، كان يمكن أن تقتنص هذه الفرصة من أجل تأسيس بيئة سياسية تداولية، وذلك كان ممكنا، لكن للأسف الشديد وضعت يدها بيد الأنظمة الدكتاتورية وبيد وتآمرت مع الخارج لكي تفسد النظام الديمقراطي بكامله. نعتذر، ولضيق الوقت نشكر ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي اليمني، شكرا جزيلا لكم. ونشكر أيضا الأخ زياد أبو مخلة الباحث في الشأن التونسي، ونشكر أيضا من ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الصحفي السوري. والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي في حلقات أخرى وحديث العرب من شاشة العرب الرافدين. إلى اللقاء.